اهلا وسهلا جدا مشاهدينا، مواصلين معكم دفق الشروق الصباح الحي على مدى الساعه الاولى. ايضا كان الحديث عن المتاثرين ودعم المتاثرين من السيول والامطار والفيضانات ايضا، ولكن من دور كل مؤسسه من مؤسساتنا في السودان يد العون ضمن صميم عمله. خاصه جميل انه نشوف مؤسساتنا يكون في قسم خاص جدا من المسؤوليه المجتمعيه وملامسه حاجيات المواطن بكل تفاصيل، يعني مهما طلب النداء مباشر يشرعوا في تنفيذ كل الخدمات، وده ديدا كل مؤسساتنا، لكن بالتحديد الشيء شفناه ايضا من مجموعه معاويه البرير كان شيء مميز جدا، خاصه في الدعم السريع الكان العاجل جدا. حياة سنار يتأثروا من السيول والأمطار، زي ما عارفين حجم الضرر كان كبير جدا يا حسام. كل تأكيد تكلمنا عن مبادرات فردية، مبادرات من ناشطين وزملاء إعلاميين. هذه المرة كما ذكر حمزة من مؤسسات كبيرة جدا كمجموعة معاوية البرير، وهذا من جانب مسؤوليته الاجتماعية. شفنا قافلة لدعم سنار هناك للولاية في زمن قياسي جدا وزمن وجيز جدا، جاءت هذه القافلة وشفنا عدد من المشروعات. حنحاول نغطي منها مع ضيفنا الأستاذ أزهري إبراهيم، وهو عضو مبادرة مجموعة معاوية لدرء آثار السيول والفيضانات، ومعنا بهذه الصفة اليوم. أهلا بك وصباح الخير عليك. مرحبا بك ومرحبا بكم، وسعيد جدا في بالإطلال عبر قناتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي البلاد من هذه الكوارث. ثلاث ما هي تستثمر في مجالات في الولايات، ويمكن المسؤوليه المجتمعيه بتاعتنا بدات من الازمات الاولى فعلا زي ما قلت، بدات تتوالى على الحكومه. يمكن المسؤوليه المجتمعيه كنا في اوائل المبادرين جائحه كورونا، يمكن غطينا كل الخرطوم والولايات، يمكن عملنا منتج بتاع التعقيم ل 2 مليون معقم تم توزيعه في خلال الفتره بعد كورونا. كذلك المسؤوليه المجتمعيه في الولايات، يمكن غطينا في الولايات الشماليه يعني في المراكز الصحيه والمستشفيات، ويعني استهدفتم كثير. وكذلك في الجزيره، في مشاريعنا في الجزيره في منطقه الباقير والنوبه والكامليه دعمهم كثير جدا، وكذلك في ولايه سنار. ولايه سنار يمكن برضه كان قبل موضوع الفيضانات ده برضه كان
بالنسبه له مجموعه مع البرير يعني غنيه عنه في التعريف في مبادراته معها في لب النداء لها في كلام زي ده حتى في الكورونا في فكان استقبال
اهتمامه بالمزيلم الاجتماعية في مؤسسته الكبيرة إن شاء الله. على ذكرك وزي ما إحنا عارفين انتشار مجموعة معوية في كل مناطق السودان المختلفة إمكانيته إنه على أرض الواقع، لو عايزين الآن المناشدات بتكون على الهواء، كل الناس متلهفين برضو الخير، وده من واجبنا واجبكم أنتم كمان تجاه مجتمعنا، هل تتواصلوا مع المؤسسات بتاعتكم في الولايات ولا يتم الاتصال مباشر يعني هنا بالمركز المسؤولية؟ هنا نحن في كل قطاع من قطاعات مجموعة مع البرير في الولايات المستثمر فيها في عنده مزيلية مجتمعية في إدارته هناك قسم كوحدة، يعني في ولاية سنار ممكن الاتصال بمجموعتنا المزيلية الاجتماعية في مشروع أبو نعامة، في مشروع في محالج كساب، في الولاية الشمالية في مشروعنا هناك في التبتي، في ولاية الجزيرة في ألبان شمال الجزيرة، في مشروع الجزيرة ذاته نحن في الزراعة التعاقدية في حلفة، في الزراعة التعاقدية في المناقل. المدراء المشاريع بيعملوا إجراءاتهم بقسمهم مباشر معه، يمكن إلا يكون في كونتاكت لبعض الدعم متواصل معاهم عشان يقدروا يحققوا مزيلتهم المجتمعيه في الموقع اللي هم عايزينه باذن الله. نعم. لك التحيه وعبرك نحيي اسره الزراعه التعاقديه، لك مدير لهذه الاداره استاذ زهر ابراهيم عضو مبادره مجموعه معاوية البرير لدرء اثار السيول والفيضانات، شكرا لك ولحضورك وامنيتنا لكم دائما بالتوفيق من خلال مثل هكذا مبادرات لها اسهامات واضحه جدا وكما وضوح الفيديو والتوثيق الان. شكرا لك. شكرا لكم وسعيد جدا بهذه الاستضافة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عننا هذه الوباءات وأن ينعم أهل السودان بالصحة والعافية. شكرا جزيلا. مقدرين جدا. واصل معكم دفقة الشروق الصباح.